أشهد أن لا إله إلا الله تم بثها قبل قليل تم تداولها من قبل الناشطين على مواقع التواصل للحظات استهداف منطقة خان يونس تحديدا بعدد من الغارات بما بات يعرف في قطاع غزة للحزام الناري. فراش الراب كنا شاهدنا قبل قليل الوميض العنيف والغارات العنيفة والوميض الساطع للغارات التي تم أن نتابعها مع الصوت. يا الله يا الله يا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا بيي قصف كريم. إذا تم هذا بث التقاط هذا الفيديو من منطقة خان يونس، قصف قريب بحسب ما يتم الإشارة إليه من هذا الفيديو لمنطقة خان يونس، وهو ما بات يعرف بداخل قطاع غزة للحزام الناري، أي استهداف لبعض الأحياء السكنية المترصة بشكل مستقيم.